وثائق مالية ضد الإدارة السابقة من الاتحاد، صح أم خطأ؟ والله ضد الإدارة السابقة و يعني حاجات مؤسفة حقيقة. صح يعني؟ ها؟ صحيح. ممكن تطلعها وقت مؤقت؟ إذا ما طلعتها اللجنة حطلع أنا. متى الوقت؟ إذا ما طلعتها لجنة الحقائق تقصي الحقائق وما ذكرت عنها شيء حطلع. لأن يعني الإدارة هذه عبثت في نادي الاتحاد عبث لم يعبث فيه أي إدارة سابقة. أي إدارة سابقة أوصت الاتحاد يعني حظير يعني مؤسف حقيقة على مستويات كثيرة إدارية احترافية مالية سمعة يعني حتى خسرة الوفاء نزعتها من الاتحادية. ما راح أسكت عليها، يعني الاتحاد هيعيش أزمة حقيقية بسببها مستقبلاً.